كانت أصعب لحظة مرت علي في حياتي، لما وقفت أنا وأبويا قدام أمي وهي بتطلع في الروح فجأة كده وبدون أي مقدمات. حصلت لها حالة تشنج، لقيت حركة إيديها زي ما تكون بتقاوم حد قدامها. فجأة برضو لقيت لون وشها بدأ يتغير وهي بتمسك رقبتها وبتنزل على الأرض. كان بقها مفتوح، كانت بتحاول تتنفس بصعوبة، كان طالع منها صوت حشرجة مخيف بالظبط زي ما يكون في حد بيخنقها. الصدمة اللي كنت فيها خلتني مش عارف اتصرف، احساسي بان كل حاجة بتنتهي قدامي منعني من اني اروح للتليفون واطلب رقم اي دكتور عشان يجي يسعفها. انا جريت على امي، حاولت اخد ايديها واقومها من الارض. انا ساعتها ما طلبتش من ابويا انه يساعدني، اصل ابويا من سنين طويلة قوي وهو عنده مرض نفسي ومحدش عارف سببه ايه. كان بينسى طول الوقت، بيتصرف تصرفات غريبة، ما عادش بيتكلم. حتى لما كان شايف امي في الحالة دي كان بيبصلها والحزن باين في ملامحه، لكن ده برضه ما غيرش اي حاجة من اللي هو فيه. مرضه منعه من انه يعمل حاجة. انا مسكت ايد امي بدأت اقومها. في اللحظة دي سمعت دقة عقرب الساعة. انا استغربت، اللي خلاني استغرب اكتر ان امي رغم الحالة اللي هي فيها انتبهت للصوت بتاع الساعة. حتى ابويا اللي تقريبا ما بينتبهش لحاجة خد باله من الصوت. انا لقيت نفسي انا كمان ببص للساعة، اندهشت جدا لما لقيت عقرب الساعة واقف عند رقم 7. انا طول عمري ودقت عقرب الساعة بتكون مع الساعة 12 الا دلوقتي. انا قبل ما افكر ان الساعة ممكن تكون خرفت او حصل فيها خلل سمعت صوت حشرجة امي. بصيت عليها وهي على الارض، لكن ساعتها كل شيء كان انتهى وبطريقة مرعبة. الدم كان نازل من بقها ومناخيرها وودانها، جسمها كان بيتنفض وهي بتطلع في الروح. كل حاجة انتهت في ثواني. أمي في لحظة واحدة ما بقتش موجودة، مفيش غير جثتها واللي غرقانة دم. حسيت ساعتها بانهيار جامد، رجلي ما بقتش شايلاني. أنا نزلت على الأرض جنبها عشان أهز فيها بجنون، كنت بصرخ فيها عشان تقوم، لكن للأسف أنا في اللحظة دي نسيت إن اللي بيروح ما بيرجعش. حاجة واحدة بس خلتني أفصل من اللحظة المرعبة دي، ساعة لما أبويا سمعت صوته وهو بينطق بصعوبة ويقول اعتماد. الدموع كانت نازلة من عينيه وهو بيبص لأمي، كان بينطق اسمها. لأول مرة من سنين طويلة أسمع صوت أبويا. أنا استغربت جدا إنه بيتكلم بعد السنين الطويلة دي، يمكن عشان اللحظة اللي كنا فيها لحظة يتحرك فيها الجبل من مكانه. بعدها انتظرته إنه يتكلم تاني، لكن دي كانت آخر مرة سمعت فيها صوت أبويا. بعد يومين من اللي حصل أمي اندفنت، يمكن سبب الوفاة اللي اتكتب في شهادة الوفاة هو أغرب حاجة مرت عليا. النتيجة كانت وفاة بسبب خنق وضرب على الراس بآلة حادة، ده غير إنهم لقوا تحت ضوافر أمي آثار جلد. والأغرب من الخيال إن الآثار دي كانت لشخصين مش شخص واحد. كل ده كان مكتوب في التقرير الطبي واللي اعتمدته المشرحة بعد تشريح الجثة، واللي طبعا كان لازم يتحول للشرطة والنيابة لوجود شبهة جنائية. ومع الوقت التحقيقات اتقفلت بعد تحليلات عينات الجلد اللي كانت تحت ضوافر أمي.
واللي الفحوصات أثبتت إنها لأشخاص تانية غيري أنا وأبويا، لكن مش معروف هما مين. ده غير طبعا إن الآلة الحادة اللي استخدمت في الجريمة ملهاش أي أثر. من بعد اللي حصل ده وأبويا راقد في السرير، حتى الخطوتين اللي كان بيمشيهم انتهم، وأنا لحد دلوقتي بحاول أفهم إيه اللي حصل لأمي الله يرحمها. المكان فيلا في مزرعة، الزمن 2015، يوم السبت الساعة 6 مساء. إحساس الخوف اللي جواك ممكن يكون دافع إنك تفضل في المكان اللي أنت خايف منه. أكيد دي حاجة غريبة إن حد يقول كده على المكان اللي اتولد وتربى فيه، لكن بعد اللي حصل لأمي الله يرحمها واللي بيحصل لأبويا واللي بدأ يحصل لي في الفترة الأخيرة يخلي الخوف من الفيلا شيء طبيعي. لكن أنا عمري ما فكرت أسيبها عشان أبويا اللي رايق في أوضته فيها مفيش حاجة بتحرك فيه غير عينيه بس، وعشان عندي أمل ولو بسيط إن هيجي الوقت وأعرف فيه السبب اللي خلى حياتنا تتقلب بالشكل ده. أنا اسمي مهند عمر أبو الفتوح، بشتغل طبيب، اتخرجت من 4 سنين وتخصصت في علم التشريح والأنسجة. أبويا مهندس ميكانيكا بارع، كان عنده أحلام ومشاريع لكن المرض اللي جاله منعه من إنه يحققها. حتى بعد ما تعب كانت دماغه شغالة في الميكانيكا لحد اللي حصل لأمي. من وقتها وكل حاجة انعدمت عنده. أمي الله يرحمها كانت الوريثة الوحيدة لجدي، والفيلا اللي عايشين فيها دي جزء من ورثها، ده غير أطيان كتير وفلوس كتير. ورغم كل ده كبرت وما عرفتش غير إحساس واحد بس، الخوف. يمكن الطريقة اللي ماتت بيها أمي هي اللي شجعتني إني أدخل طب وأتخصص في التشريح. كان يهمني جدا أعرف سبب اللي حصل لها، قلت يمكن دراستي في الطب تساعدني أوصل له في يوم من الأيام. في الفترة اللي قبل ما أمي تموت على طول كان باين عليها الخوف الجامد، زي ما يكون في حاجة مخبيها عليا. كنت برضو بلاحظ إنها متوترة دايما، ولما كذا مرة سألتها عن سبب الحالة اللي هي فيها واللي أنا ملاحظها عليها كانت بتقولي إن مفيش حاجة وإنها بخير. وعشان أنا عارف إنها كتومة جدا ما كنتش بحب أضغط عليها في الكلام، قلت يمكن عشان أنا لسه سن صغير وبتهيألي كده. ولحد دلوقتي مش عارف هل ده له علاقة باللي حصل لها ولا لا. أنا ما خبيش عليكم، دماغي ما بتفصلش من التفكير. بمجرد ما أرجع من شغلي الساعة 5 المغرب وأدخل للفيلا بفتكر كل حاجة. الجو العام كله مخيف. من فترة طويلة بدأت أسمع أصوات غريبة بره في الجنينة، صوت واحدة بتستغيث ومعها صوت طفلة بتبكي. أنا كنت بفتح شباك أوضتي عشان أشوف الصوت جاي منين، لكن ما كنتش بلمع حاجة خالص، لدرجة إن أحيانا كنت بنزل للجنينة أدور فيها يمكن ألاقي حد. الموضوع ده وصل لإني كنت بسأل عم محروس البواب إن لو في حد دخل الفيلا ولا لا، كان دايما بيرد عليا بإنه قاعد لوحده، قاعد واخد باله من كل حاجة ومفيش حد لا بيدخل ولا بيخرج غير الممرضة اللي قاعدة مع أبويا. أنا كنت دايما بيأس إني أعرف الصوت ده جاي منين، فكنت باخد نفسي وادخل الفيلا تاني وأعدي أطمن على أبويا وأشوف حالته وأشوف لو الممرضة قالت على دواء جديد قرب يخلص أو حاجة أو أي حاجة تانية محتاجاها عشان أجيبها تاني يوم وأنا راجع. وبعد كده بدخل أوضتي وأقف في الشباك شوية
واسمع نفس الصوت واللي مش عارف بيظهر منين كل فترة والتانية. في نفس الليلة وفي نفس المكان، لكن الساعة كانت 6:30 مساء. خرجت من اوضتي واول حاجة عملتها اني رحت اوضة ابويا. طبعا قبل ما ادخل الاوضة خبطت على الباب عشان الممرضة تعرف انها ادخل. بعدها فتحت الباب ودخلت. قربت من ابويا واللي كان نايم كالعادة لا حول له ولا قوة، عينه كان بتبص على طول للسقف. حطيت ايدي على صدره من باب الاطمئنان عليه وانا ببص للممرضة وبقول لها: ازيك يا ميادة، ايه الاخبار النهاردة؟ الله يسلمك يا دكتور مهند، زي ما حضرتك شايف كده مفيش جديد. هو في دواء ولا حاجة قرب ينقص؟ لحد دلوقتي يا دكتور لا، لو في حاجة هعرف حضرتك. شديت كرسي وقعدت جنب سرير ابويا. انا في العادة كل يوم بقعد جنبه في الوقت ده لحد ما ميادة تديه الدواء اللي ميعاده الساعة 7. النص ساعة دي تقريبا كنت بقضيها في صمت. كنت بفكر في مهندس الميكانيكا واللي كان كله طموح وفي الحالة اللي هو عليها دلوقتي. كنت بفتكر الورشة بتاعته اللي في سرداب الفيلا واللي اتقفلت من ساعة ما تعب وبطل يشتغل فيها، وقد ايه ان الحياة ممكن تخطف من الانسان احلامه ومستقبله في لحظة واحدة. وزي كل يوم الساعة 7:00 بالظبط ميادة طلبت مني اني اساعدها نقعد ابويا عشان تديه الدواء. والاول مرة يجي في بالي اني اسألها واقول لها: امال يا ميادة انت بتديه الدواء ازاي وانا بره؟ فلقيتها بتقول لي وهي بتفتح علبة الدواء: اوقات بنده لعم محروس البواب، واوقات تانية بحاول اقعده لوحدي بس بيصعب عليا لانه بيتفرط مني. فوقفت لحد ما ابويا خد الدواء وساعدت ميادة في اننا ننيمه تاني. طبعا كالعادة عينيه كانت مفتوحة وبيبص للسقف طول ما هو صاحي. في الوقت ده سمعت صوت دقة عقرب الساعة. بصيت في ساعة ايدي لقيتها 7. ساعتها افتكرت اللي حصل لامي لما الساعة رنت في الوقت ده. بس اللي لفت انتباهي اكتر ان ابويا اللي ما بيقدرش يبص غير للسقف انتبه للرنة وبص ناحية باب الأوضة. انا استغربت جدا انه انتبه للصوت. حتى الممرضة كمان كانت مستغربة لدرجة انها قالت لي: دكتور مهند، الباشمهندس عمر حرك راسه وبص ناحية الباب. فبصت لها من غير ما ارد عليها. على طول خرجت من الأوضة وانا عيني على ابويا واللي كان لسه بيبص ناحية الباب. في نفس الليلة دي وفي نفس المكان وقدام الساعة. الساعة كانت 7:05. المرة دي انا ما خرجتش من اوضة ابويا على اوضتي. انا نزلت تحت. نزلت ووقفت قدام الساعة. مش من طبيعتي ابدا اني اتأمل في حاجة كتير. كنت طول الوقت مشغول بدراستي وبابويا والتفكير في اللي حصل لامي. لكني قررت اني اركز شوية مع الساعة. الساعة اللي عقربها دق قبل كده الساعة 7. وساعتها امي ماتت بطريقة غريبة. ولما العقرب دق للمرة التانية وفي نفس الوقت ومن شوية صغيرين، ابويا اللي ما بينتبهش لأي حاجة انتبه لصوتها. الساعة دي شكلها قديم جدا، بس ده مش حاجة غريبة. الفيلا اغلبها انتيكات وتحف عشان امي الله يرحمها كانت غاوية تشتري الحاجات القديمة والنادرة. كل ثواني فكرت ان ممكن عشان الساعة قديمة تكون بتخرف وان عقربها بيرن بالخطأ.
لكن هي ممكن تكون صدفة انه يرن المرتين الساعة 7، وصدفة برضو انه في المرة الاولى يحصل اللي حصل لامي، وفي المرة التانية ابويا ينتبه. انا قربت من الساعة وبدأت امشي ايدي عليها. اول ما لمستها حسيت بان جسمي بترعش، وقلت يمكن بالخوف. بعدت ايدي بسرعة وبدأت ابص لها. اكتر حاجة لفتت انتباهي هي العقارب. ما كانتش عقارب مستقيمة زي اي عقارب ساعة شفتها. ده اللي لاحظته لما دققت فيها من قريب والاول مرة، بس لقيتني بقول لنفسي الساعة كلها شكلها مريب زي حاجات كتيرة قوي في الفيلا. حاولت اقرب ايدي من الساعة تاني. لما لمستها تاني مرة جسمي اترعش مرة تانية، بس المرة دي الرعشة كانت اقوى. مش كده وبس، ده الشجر اللي في الجنينة بدأ يتهز. الفروع كانت بتخبط في بعضها بطريقة مرعبة. ده غير صوت الهواء واللي خلى الشبابيك تتفتح فجأة والستاير تطير. ساعتها سمعت الأصوات تاني، صوت الست اللي بتصرخ والطفلة اللي بتعيط. كان جاي من الجنينة تحت. بعدت ايدي بسرعة من الساعة ورجعت بظهري لورا. طلعت جارية على قطة ابويا، فتحت الباب ودخلت وانا مرعوب. ساعتها لقيت ابويا بيبص ناحية شباك الأوضة واللي بيبص على الجنينة. لقيت ميادة الممرضة واقعة على الأرض مش في وعيها. حاولت اني افوقها. ساعتها حسيت بان الدنيا بتتهز حواليا لدرجة اني قربت افقد توازني، زي ما يكون في عملاق كبير ماسك الفيلا بايده وبيهزها زي علبة الكبريت، حاجة كده اقوى من انها تكون زلزال. لكن اخيرا تمكنت باني افوق ميادة، واللي اول ما فتحت عينيها قالت لي: اول ما الشجر اتهز وسمعت صوت بره، بصيت من الشباك شفت واحدة ست وطفلة صغيرة. الست كانت بتصرخ والطفلة بتعيط. اول ما نادعت عليهم عشان اعرف هم مين، بصوا ناحيتي، كانت عينهم بتنور. ساعتها انا وقعت على الارض وما دريتش بنفسي لغاية ما حضرتك فوقتني. على ما ميادة خلصت كلامها كانت الدنيا رجعت هادية زي الاول. حتى ابويا ما بقاش يبص ناحية الشباك، راجع من تاني يبص للسقف. ساعتها شديت ميادة من ايديها وقلت لها: تعالي معايا ميادة. على فين يا دكتور؟ هننزل الجنينة. مش بتقولي انك شفتي واحدة ست وطفلة؟ قلت لها كده وما استنتهاش انها تجاوب. شدتها وخرجت من الأوضة ونزلنا على تحت. خرجنا من الفيلا للجنينة، وساعتها سألتها: انتي شفتيهم فين بالظبط يا ميادة؟ بصت ميادة كتير لأكتر من مكان في الجنينة قبل ما تشاور على مكان محدد وتقول لي: هناك يا دكتور، هناك عند الباب ده. الباب ده؟ بس ده باب ورشة ابويا واللي مقفولة من سنين طويلة ما اتفتحتش. قدامها كان في كراكيب كتيرة. ساعتها لقيتني بسأل ميادة للمرة التانية واقول لها: انت متأكدة يا ميادة؟ متأكدة انك شفتيهم هنا؟ ايوه يا دكتور، متأكدة قوي. ساعتها نادهت بصوت عالي على عم محروس، واللي اول ما سمع صوتي لقيته جاي بيجري ويقول لي: خير خير يا دكتور مهند، في ايه؟ فسألته بعصبية وقلت له: انت متأكد يا عم محروس اني مفيش حد بيدخل او يخرج بالفيلا؟
يا دكتور مهند، ده لو نمله عدت البوابه هاخد بالي منها. ساعتها سبتهم الاتنين واقفين في الجنينه ودخلت. كل اللي بيحصل ده بيتكرر من فتره للتانيه، ومش لاقي له تفسير منطقي يعرفني ايه اللي بيحصل، لدرجه اني بدات احس ان الحكايه دخلت في نفق ضلمه مش باين له نهايه. دخلت الفيلا ووقفت تاني قدام الساعه بصيت لها، والخوف ميكلبش في قلبي بضوافره. انا مش عارف ليه كنت مرعوب من دقه العقرب الجايه. انا ما بحبش اسبق الاحداث. كنت حاسس نفسي زي اللي راكب قطر ولازم هيعدي على كل محطه في وقتها. اتحركت من قدام الساعه، لكن وانا بديها ظهري عشان اطلع لاوضتي سمعت صوت حشرجه. الصوت ده مش غريب علي، ده صوت الحشرجه اللي سمعته وامي بتموت. لقيتني ساعتها ببص على المكان اللي ماتت فيه امي. شفت ساعتها اللي ما كنتش متوقع ان اشوفه. شفت امي، ايوه شفت امي من تاني وهي غرقانه في دمها. نفس المشهد اللي ما كانش بيروح من قدام عينيا، بس دلوقتي موجود قدامي من تاني على الارض. في الوقت ده بدات اتحرك ناحيه امي، رجلي ما كانتش شايلاني. لما قربت منها ونزلت على ركبي وحاولت ان المسها، حسيت ان الرؤيه عندي بدات تتشوش. لقيت اعصابي بتفلت مني، حسيت كأن في حاجه بتخنقني. الدنيا بدات تظلم حواليا وانا بستسلم ليها. فوقت بعد شويه على ايد بتهزني من كتفي. فتحت عيني لقيتني نايم في الارض. بدات ساعتها انتبه على صوت عمي محروس وهو بيقول لي: يا دكتور مهند، يا دكتور مهند، استر يا رب. لما بدات استوعب اللي انا فيه لقيت مياد الممرضه واقفه جنب عمي محروس وايديها على بقها والصدمه باينه عليها. لقيت عمي محروس بيمد لي ايده عشان يساعدني اقوم. لما بدات استعيد توازني بصيت لعم محروس وسالته وقلت له: انت عم محروس ما بتسمعش اصوات في الجنينه؟ لا يا دكتور مهند، ما بسمعش حاجه. كان عم محروس بيبص لي وهو مستغرب سؤالي، انا كمان كنت مستغرب زيه. انا بسمع الاصوات دي من فتره للتانيه، دي حتى مياده الممرضه سمعتها هي كمان، وشافت الست والطفله الصغيره. اشمعنى بقى عم محروس؟ تاني يوم في مشرحه المستشفى اللي بشتغل فيها الساعه 11 الصبح. كنت في مكتبي بكتب تقرير عن جثه واحده ست مقتوله وصلت المشرحه عندنا من وقت قصير. كنت انا مكلف بتشريحها وكتاب التقرير عنها، لكن لاول مره يحصل معايا اني اشوف ملامح امي على ملامح الجثه دي. انا ما حاولتش اتاثر باللي بيحصل عشان انا عارف ان الشغل ما فيهوش عواطف. اتحملت على نفسي وتجاوزت الحاله اللي كنت فيها وكملت تشريح. يمكن اللي حصل امبارح في الفيلا هو السبب في اللي حصل معايا وانا بشرح الجثه. انا حسيت اني بسرح وانا بكتب التقرير، بس انتبهت على دقه عقرب الساعه. اتنفضت من الكرسي اللي انا قاعد عليه. ايه اللي يخليني اسمع دقه عقرب الساعه اللي في الفيلا وانا قاعد هنا في مشرحه المستشفى؟ خدت نفس عميق لما فهمت ان كل ده من تاثير الاحداث اللي بمر بيها. بدات بعدها اكمل كتابه التقرير اللي بشتغل فيه لحد ما باب المكتب خبط ودخل عم امين فرد الامن. لقيته بيقول لي: يا دكتور، في واحده ست ومعاها بنتها
عايز اتقابلك يا دكتور. فبصيت له باستغراب وسألته، يعني هو انت مختفي من الصبح يا عم امين، ولما اشوفك تقول لي في واحده ست عايزه تقابلك؟ مين دي يا سيدي اللي جايه مشرحه عشان تقابل دكتور بيشتغل فيها؟ يا دكتور بتقول انها بتدور على واحده قريبتها مختفيه، واحتمال كبير تكون ماتت، وبدوروا عليها في المستشفيات يمكن يلاقوها. طلبت مني انها تقابل الدكتور النبطشي. طب يا سيدي خليها تدخل. ساعتها عم امين خرج من المكتب، سمعته وهو بيقول للست، اتفضلي يا استاذه. بعدها دخلت علي واحده ست جميله جدا، ملامحها لفتت انتباهي. كانت ماسكه في ايديها طفله صغيره، لكن كانت بتتكلم ونبرتها كلها حزن. ازيك يا دكتور، احنا بندور على بنت خالتي مختفيه من فتره، وعندنا شك انها ممكن تكون ماتت. لو المشرحه فيها حالات ما وصلتوش لاهلها انا ممكن اتعرف عليها. لقيت نفسي بقول لها بتلقائيه، ايوه فعلا في حالات عندنا لسه مش عارفين عنها اي حاجه. هو اسم بنت خالتك ايه؟ اعتماد. لما قالت لي كده حسيت زي ما يكون في صاعق كهربي لمس راسي اول ما سمعت الاسم. الالم كان رهيب جدا، كنت على وشك اني اصرخ من شدته، لكني مسكت نفسي، وبرغم ان اللي حصل لامي كان بيتعاد قدام عيني في اللحظه دي، لكني تجاهلت شعور الخوف اللي كان جوايا. ساعتها كانت الست بتبص لي زي ما يكون عندها امل انها تلاقي بنت خالتها. كان باين على ملامحها قوي انها زعلانه. بصيت للبنت اللي في ايديها وبعدها قلت لها، ماشي تقدري تيجي معايا للتلاجة، يمكن تتعرفي عليها في الجثث اللي هناك. وخرجت من المكتب وهي ورايا وفي ايديها الطفلة. ساعتها طلبت منها تسيبها مع عم امين، عشان ما ينفعش طفلة تتعرض لموقف انها تشوف جثث في تلاجة المشرحة. هي وافقتني على رأيي وسابت البنت مع عم امين عند مكتبه واللي كان في اول الطرق، وخدت الست ورحنا للتلاجة. جوه التلاجة طلبت من الممرض اللي ماسك النبطشية انه يفتح لنا التلاجات اللي فيها جثث السيدات ولسه ما حدش تعرف عليها. وفعلا بدأ الممرض يفتح تلاجة ورا التانية ويكشف لها وش كل جثة. كل جثة كانت بتشوفها ما كانتش بتطلع بنت خالتها، لكن انا كانت بتحصل معايا حاجة غريبة. كل جثة وشها كان بيتكشف كنت بشوف فيها ملامح امي، لحد ما فجأة لقيت النور اتقطع، وفجأة كمان احساسي بان حد موجود معايا انعدم، لكن صوت الحشرجة واللي سمعته من امي وهي بتموت بدأ يظهر. الرعب اللي كنت فيه خلى رجلي تتسمر في الارض، خصوصا لما بدات اسمع صوت خبط جامد. انا ما كنتش شايف حاجه، بس ده كان صوت بيبان التلاجه وهي بتفتح وتقفل، زي ما يكون حد عمال يفتحها ويقفلها وهو غضبان. كان فاضل ثواني بسيطه والخوف يفقدني الوعي. تقريبا جسمي في الوقت ده ما كانش يعرف يعني ايه اعصاب، ما كنتش عارف اتحكم في نفسي. قبل ما احاول ادور على الباب عشان اخرج منه لقيت النور اشتغل. لفيت حوالين نفسي عشان اشوف الست والممرض، لكن مفيش حد. الباب كمان كان مقفول زي ما يكون اتبخره. انا ساعتها مشيت ناحية الباب وفتحته، خرجت من الطرقة وأنا بحاول أتلم على أعصابي. رحت عند مكتب عم أمين عشان
عشان أشوف الست، يمكن تكون راحت هناك عشان تاخد الطفلة، لكني لقيت المكتب فاضي وعم أمين كمان مش موجود، ولا حتى الطفلة اللي كانت معاه ولا الست اللي كانت معايا جوه في التلاجة. بقيت واقف مستني حد عشان أفهم منه أي حد يظهر، لكن الوحيد اللي ظهر هو الممرض. الممرض ده اللي طلبت منه يفتح التلاجات للست علشان تتعرف على جثة بنت خالتها، كان جاي من آخر الطرقة من ناحية الباب الخلفي. لما قرب مني قلت له هي الست اللي كانت معايا راحت فين؟ فبصلي باستغراب وهو بيسألني ست مين يا دكتور مهند؟ ساعتها رديت عليه بعصبية وقلت له الست يا بني آدم، الست اللي كانت معانا في التلاجة جوه دلوقتي حالا، اللي كانت عايزة تعرف جثة من دخلتها. فلقيت الممرض بيبصلي وهو مذهول وبيقول لي يا دكتور انا كنت واخد اذن ساعتين وكنت بره ولسه داخل المستشفى دلوقتي حالا. انت بتقول ايه يا بني ادم؟ بقول لك الست كانت معانا انا وانت دلوقتي جوه. يا دكتور والله انا ما شفتش الستات ولا نيله ولسه جاي دلوقتي. ساعتها حاولت اهدي نفسي شويه عشان كان وضع عليا الانفعال جدا، فسالته وقلت له طيب هو عم امين فين؟ عم امين تعبان يا دكتور وعامل مرضي وما جاش النهارده. الممرض قال لي كده وسابني، ما انتظرش ان انا اتكلم ومشي. انا وقفت ساعتها كاني تايه، دماغي كانت عماله تود وتجيب، لكني بعدها رجعت لمكتبي، خدت مفاتيح عربيتي وخرجت من المستشفى. مشيت بسرعه زي ما كنا عايز اهرب من المشرحه، لان صوت الحشرجه واللي كنت سامعه من امي وهي بتموت كان موجود حواليا في كل مكان، زي ما يكون الصوت بيطاردني. انا خرجت من المشرحه لما وصلت لبوابه المستشفى، وقبل ما اركب عربيتي سالت واحد من الامن وقلت له لو سمحت انت ما شفتش عم امين النهارده؟ لقيت الرد اللي ما كنتش عايز اسمعه لما قال لي عم امين تعبان يا فندم وما جاش النهارده. ركبت عربيتي ساعتها ومشيت. كان كل اللي شاغل تفكيري ليه كل ده بيحصل معايا وايه الحكايه بالظبط. لكن للحظه وقفت تفكير لما وصلت لسؤال جه في بالي، لما سالت نفسي مين الست دي والطفله اللي معاها واللي ظهروا النهارده واختفوا على طول وكانهم فص ملح وداب. ساعتها قدرت اربط بين ظهورهم وبين الاصوات اللي بسمعها من وقت للتاني في الفيلا، لصرخات واحده ست وعياط طفله، وبين الست والطفله اللي ميادة الممرضة شافتهم هي كمان. في الوقت ده وانا سايق انتبهت لواحده ست ومعاها طفله صغيره بيعدوا بعرض الطريق قدام العربيه. انا ساعتها ضربت فرامل بكل قوتي عشان اسيطر على العربيه وما اخبطهمش، ولما العربيه وقفت قبل ما تخبطهم بمسافه بسيطه راسي انا خبطت في الدريكسيون خبطه بسيطه. بعدها رفعت راسي عشان اطمن ان الست والطفله ما حصلهمش اي حاجه، لكنهم ما كانوش موجودين. كان اللي شفته قدامي ساعتها راجل كبير في السن، كان واقف قدام العربيه وهو بيقول لي امشوا بالراحه يا ابني، الناس الكبيره اللي زيي بتعدي الطريق بالعافيه. اول مره اسيب شغلي واخرج منه قبل ميعادي، بس بعد اللي حصل معايا هناك كان لازم اعمل كده. كمان اللي حصل في الطريق
خلاني أتوتر أكتر وأفقد أعصابي. في نفس اليوم الساعة 2 مساء وصلت للفيلا وركنت عربيتي بعد ما سألت عم معروس عن أي جديد حصل، فقال لي: لمحت ميادة الممرضة كانت سايبة والد حضرتك في أوضته وبتتمشى في الجنينة ناحية باب الورشة، ولما ندهت عليها ولما سمعتني بصيت لي ودخلت تجري جوا الفيلا. بمجرد ما سمعت كلام عم محروس دخلت الفيلا وانا بجري. اول حاجه عملتها اني طلعت اوضه ابويا عشان اطمن عليه واشوف مياده، ولما فتحت الباب المره دي فتحته بدون ما اخبط، لقيت مياده قاعده على الكرسي جنب ابويا وبتقرا في كتاب كان في ايديها. اول ما شافتني استغربت اني رجعت في الوقت ده، قالت لي: خير يا دكتور مهند، انت راجع بدري عن ميعادك، في حاجة حصلت؟ تجاهلت سؤالها وسألتها وقلت لها: هو انت يا ميادة نزلت الجنينة تحت النهاردة؟ لا منزلتش، هو في حاجة حصلت؟ لما قالت لي كده سبتها وخرجت، رحت جاري على اوضتي ووقفت قدام الشباك ابص على الجنينة، والوقت ساعتها خدني وما حسيتش بنفسي غير وعم معروس ماسك خرطوم المية وبيروي في الزرع. ساعتها عرفت اننا بقينا بعد العصر لان ده الميعاد اللي تعود يروي فيه الزرع. حاجة في بالي خلتني اروح اطمن على ابويا، رحت اوضته وتعمدت تاني اني افتح الباب من غير ما اخبط. لما دخلت لقيت ميادة رايحة في النوم على الكرسي، قربت منها وبصيت للكتاب واللي كان مفتوح على رجليها، كان عندي فضول اعرف هي بتقرا ايه بعد اللي قاله عن محروس البواب وهي انكرته. لكن الكتاب اللي كان مفتوح على رجليها كانت رواية مترجمة. قربت من ابويا واللي كان بيبص للسقف كالعادة، اتفاجئت ساعتها انه انتبه لي وبص لي، حسيت في عينيه انه عاوز يقول لي حاجة لكن عجزه عن الكلام كان منعه. بس لما بص لي شوية وبدأ يحرك راسه عينيه راحت ناحية الشباك، ساعتها حسيت انه مركز مع الشباك قوي وزي ما يكون عايز يتكلم. بدأت انا ساعتها اهزه من كتفه واقول له: اتكلم اتكلم يا بابا، حاول تتكلم، عاوز تقول ايه؟ في الوقت ده ميادة الممرضة صحيت من النوم على صوتي. ساعتها بعدت ايدي عن ابويا وهي بتقول لي: في حاجة يا دكتور مهند؟ لا لا انا بس انا حاسس ان ابويا عايز يتكلم، حاسس كمان انه يقدر يقول لي السبب اللي بيحصل ده. هدأ أعصابك يا دكتور مهند، الباشمهندس في الحالة دي من سنين طويلة، هيعرف منين بس سبب اللي بيحصل. بعد ما ميادة قالت لي الكلام ده طلبت مني إننا ننزل تحت. مش عارف إيه اللي خلاني أتجاوب معاها، ونزلنا فعلا لتحت وقعدنا في الصالة. كلمتني عن حالة أبويا كتير، واللي اتضح اني ما كنتش اعرف عنه حاجه في الفتره الاخيره. الاحداث اللي بدات تزيد معايا من الفتره ديت كانت واخداني من متابعه حالته. فضلنا نتكلم انا وهي لحد ما الليل دخل علينا. كنت منتظر تتكلم عن اللي قاله عم محروس البواب اول ما وصلت للفيلا النهارده، لكنها ما جابتش سيره الموضوع. لكن أنا كان بيدور في راسي سؤال مهم وكنت لازم أوصل لإجابته، هي ليه سابت أبويا ونزلت عند باب الورشة وبعد كده أنقرت ده؟ الساعة ساعتها كانت داخلة على 7، استأذنت ميادة مني عشان تطلع تدي لأبويا الدواء واللي فاضل على ميعاده دقايق، سابتني ومشيت
وأنا رحت وقفت ناحية الشباك اللي على الجنينة. ساعتها أنا شفتها ماشية عند باب الورشة بنفس الهدوم اللي كانت قاعدة معايا بيها من شوية. أنا بصيت لها وأنا مذهول. الذهول زاد أكتر لما شفت طفلة جاية تجري عليها وبتمسك في إيديها. طب إزاي وأنا لسه شايفها طالعة قدامي على السلم ورايح لأوضة أبويا. ساعتها افتكرت إن في سلم بينزل من فوق على الباب الخلفي للفيلا. أنا ما انتظرتش كتير، طلعت جري على فوق. دخلت على أوضة أبويا فجأة، لكني لقيتها بتدي الدواء في هدوء وما فيش أي توتر باين عليها. دخلت بعدها وقفلت الباب ورايا ووقفت، لكنها ما طلبتش مني اني اساعدها في حاجه. حاولت اني اشغل نفسي باي حاجه لحد ما تخلص انها تدي الدواء لابويا. وقفت في الشباك وبصيت في الجنينه. ساعتها حسيت ان جسمي اتحول للوح تلج. لما لقيت ميادة واللي هي معايا في الأوضة دلوقتي، لقيتها موجودة تحت برضو في الجنينة. خبطت بإيدي ساعتها على الشباك. لما ميادة لاحظت ده سألتني وهي متوترة، مالك يا دكتور؟ في حاجة مضايقاك؟ أنا ساعتها ما حبيتش أحكي لها عن حاجة، اكتفيت بس بإني أقول لها لا ما فيش حاجة. ساعتها كان ابويا خد الدواء خلاص. طلبت مني ميادة اننا ننزل تاني نقعد تحت عشان ما ينفعش ان ابويا يحس بيا وانا في الحالة دي. قالت لي اني دكتوره واني اعرف تأثير الحالة اللي انا فيها دي على ابويا كويس. وسيبنا ابويا يرتاح وخرجنا من الأوضة. اول ما بدأنا نتحرك في الطرقة عشان ننزل لتحت، سمعت صوت دقة عقرب الساعة. ساعتها بدأت الصرخات ترن في ودني جاية من الجنينة. الشجر بدأ يتهز بشكل مخيف. أنا لقيت ميادة الممرضة بتمسك في دراعي من الخوف، خصوصا لما سمعنا صوت حشرجة خارجة من أوضة أبويا. بعدت إيد ميادة عني وجريت على أوضة أبويا وفتحت الباب بسرعة. ساعتها لقيت نفس المنظر بيحصل قدام عيني للمرة التانية في حياتي. أبويا كان غرقان في دمه وكان بيتنفض وبيطلع في الروح. كان طلع منه صوت حشراجة مخيف. صرخت جامد ومهيادة كمان صرخت ووقعت في الأرض. ساعتها لقيت عم محروس جاي بيجري عشان يشوف ايه اللي بيحصل. لما شاف اللي حصل لابويا وقف الارض هو كمان وبدا يعيط. نفس احساس الالم بيتكرر عندي تاني. ايه اللي بيحصل في حياتي بالظبط؟ ليه نهايه ابويا وامي كانت نهايه واحده وبالطريقه الفظيعه دي؟ طلبت من عم محروس واللي كان قاعد في الاوضه انه يفوق مياده. ولأول مرة أحس إني متحكم في أعصابي كده، برغم إن اللي حصل لأبويا لسه حاصل قدام عينيا، لكن رغبتي إن أعرف إيه اللي بيحصل كانت أقوى من أي إحساس تاني المرة دي. عشان كده قررت إني أشرح جثة أبويا بنفسي عشان أعرف سبب وفاته إيه. طلبت الإسعاف، ونفس اللي حصل يوم ما ماتت أمي اتكرر تاني لما أبويا مات. تاني يوم في المشرحة، الحاجة الوحيدة اللي كانت مختلفة هي إني المرة دي أنا الدكتور اللي شرح الجثة. أنا معرفش أنا جبت قوة القلب دي منين، قوة قلب إني أشرح جثة أبويا. واللي التقرير الطبي كان فيه نفس أسباب الوفاة اللي كان في تقرير وفاة أمي.
خنق وضرب بقلع حاد على الراس ادت لكسر في الجمجمه والنزيف والوفاه. انا ما كانش شاغلني غير ازاي ده بيحصل ومين اللي بيعمله. الموضوع ده اتكرر مع ابويا وامي، ماتوا بنفس السبب بدون ما حد يتعرض لهم. عشان كده لما الشرطه حققت في الموضوع ما وصلوش لحاجه، ولان كالعاده اداه الجريمه مش موجوده، ده غير ان مفيش حد فعلا شفناه بيرتكب اللي المفروض ان يسميه جريمه. بعد اسبوع من اللي حصل في الفيلا الساعه 6:30 مساء، الفيلا بقت فاضيه عليا. ابويا بعد ما مات مياده كده شغلها انتهى ومفيش غيري هنا وعم محروس على البوابه. في الايام الاخيره بقيت ملازم لاوضتي من ساعه ما برجع من شغلي وانا ما بخرجش منها لتاني يوم الصبح. بصيت في ساعه ايدي لقيتها 6:30، الدنيا خلاص بقت ليل وعم محروس قاعد جنب البوابه بيشرب شاي، وانا واقف في شباك اوضتي منتظر اي حاجه غريبه من اللي بتحصل من وقت للتاني. الوقت عدى عليا واللي كنت مستنيه حصل. في الوقت ده سمعت دقه عقرب الساعه. ساعتها سمعت صرخه الست وعياط الطفله، بس المره دي ما كانش في الجنينه، دول كانوا موجودين في الفيلا. وكالعاده برضو الهوا زاد والشجر بدا يتحرك. انا ما حبيتش ابعد عن الشباك برغم الخوف اللي كنت فيه. انا كنت عايز اشوف عم محروس بيعمل ايه لما ده بيحصل. انا لقيته ساعتها امن على الكنبه بتاعته ودخل اوضته وقفل على نفسه. انا سبت الشباك وخرجت من اوضتي جري. صوت المره دي كان مخيف اكتر من اي مره فاتت. انا لما حاولت اركز عشان اعرف الصوت جاي منين، لقيته طالع من اوضه ابويا. ساعتها مشيت ناحيه اوضه ابويا. اول ما وصلت للباب وقفت قدامه. فعلا الصوت جاي من جوه. فتحت الباب بالراحه وبصيت في الاوضه، لكني لقيت منظر بشع. نفس الست ياها والطفله اللي شفتهم في المشرحه كانوا موجودين في الاوضه. ابويا كان ممدد على السرير وغرقان في دمه. الست والطفله كانوا بياكلوا في جثه ابويا. ما كانوش حاسين بيا، كان شكلهم زي اللي بينتقم من ابويا. انا فجاه لقيت ابويا بيفتح عينيه وبيبص ناحيتي، وانا واقف ببص على اللي بيحصل من الباب المتوارب ومذهول ومندهش. لقيت ابويا بيشاور بايده ناحيه شباك اوضته، بعدها عينه غمضت. بعد ما عين ابويا غمضت اختفى من على السرير، والست والطفله كمان اختفوا معاه. لكن صوت الشجر بره كان بيقول ان الاحداث لسه ما خلصتش. وفي وسط كل ده فكرت ليه ابويا ظهر وشاور لي على الشباك، وايه علاقته بالست والطفله اللي ظهروا لي في المستشفى. دخلت الاوضه وقفت ابص على الجنينه. كنت بفكر وانا بسال نفسي، ابويا كان بيقصد ايه وهو بيشاور بايده ناحيه الشباك. بدات ابص في كل مكان في الجنينه. ساعتها كان الشجر بطل يتحرك. بدا تفكيري ساعتها ياخدني ناحيه الورشه. ليه مياده شافت الست وبنتها هناك؟
وليه عم محروس لما قال انه شاف ميادة في الجنينة شافها هناك. حاجة جوايا خلتني اسيب الأوضة وانزل، لكن وانا نازل على السلم سمعت صرخة الست وعياط الطفلة جاي من تحت. لما نزلت تحت لقيت الصوت طالع من الساعة. انا وقفت قدام الساعة ساعتها، كانت عقاربها بتلف ورا بعضها بدون توقف. خفت اني اقرب منها. رجعت بظهري لورا وانا مرتبك ومرعوب لحد ما وقعت على ظهري وراسي اتخبطت في الارض، بس الخبطة كانت بسيطة. ساعتها بدأت اسمع صرخات الست وعياط الطفلة جاي من كل مكان حواليا. فقمت من على الارض مفزوع، جريت علشان اخرج من الفيلا. خطوتي كانت مهزوزة، لكن كنت بحاول ما افقدش توازني، لحد ما قدرت فعلا ان اخرج للجنينة. لقيتني رايح ناحيه اوضه عم محروس. فضلت اخبط على الباب لحد ما فتح لي. كان شكله مندهش من اني بخبط عليه، كان باين علي الخوف. فتح عم محروس الباب وقال لي ادخل يا دكتور مهند. فقلت له وانا حاسس ان نفسي مقطوع، عم محروس انا عاوز ادخل الورشه، ساعدني اننا نشيل الكراكيب من قدام الباب ونفتحه. حسيت وقتها ان عم محروس ارتبك لما طلبت منه الطلب ده. لقيته بيقول لي يا دكتور الورشة دي مقفولة من سنين طويلة، من ساعة ما الباشمهندس الله يرحمه تعب انت كنت لسه صغير. يومها هو وقع في الورشة واغمى عليه، وبعد ما فاق لقيناه في الحالة اللي هو عاش ومات عليها. ده غير ان التعب اللي فيه كان بيزيد عليه كل فترة عن اللي قبلها. معلش يا عم محروس، انا عايزك تساعدني نفتح الورشة ارجوك. يا دكتور الباشمهندس في اول ايام تعبه كان طلب مني اني اقفلها وما افتحهاش لاي سبب. ابويا مات خلاص يا عم محروس، وانا لازم اعرف سبب كل اللي بيحصل ده، وانا حاسس ان الورشة ممكن توصلني لحاجة. لو انت ما ساعدتنيش انا هروح افتحها لوحدي. في الوقت ده عم محروس حس انه مغلوب على امره، فسابني واقف على باب الأوضة ودخل. وبعد ثواني لقيته خارج ومعاه مفتاح، كان باين على شكله كده انه قديم. قفل باب اوضته وراه وقال لي تعال معايا يا دكتور مهند. ومشينا في الجنينة لحد ما وصلنا لباب الورشة. كان لازم قبل ما نفتح الباب نشيل الكراكيب اللي قدامها. وساعتها سألت عم محروس وقلت له هو انت ليه يا عم محروس سايب الكراكيب دي كده؟ اتفاجئت ساعتها بإجابته على سؤالي وهو بيقول لي الباشمهندس الله يرحمه كان طلب مني اعمل كده اول ايام تعبه. انا ساعتها ما سألتوش هو ليه طلب منه كده. انا عارف ابويا هيطلب منه ده، بس مش هيقول سبب الطلب. كمان هو يدوب بواب وملوش ان يسأل. وبالفعل نقلنا الكراكيب من قدام الباب لمكان جنب سور الجنينة. ساعتها عم محروس حط ايده في جيبه وطلع كشاف. فسألته وقلت له ليه عم محروس بتطلع الكشاف لما ممكن نفتح النور بعد ما ندخل؟ فرد علي وقال لي الباشمهندس الله يرحمه كان فاصل الكهرباء عن الورشة. بدأ عم محروس
يفتح الباب. صوت الباب هو بيفتح كان مرعب جدا. حسيت انه مش صوت باب. حسيت انه بيصرخ. لما شفت الضلمة اللي جوه الخوف اللي جوايا زاد. برغم كده خدت الكشاف من عمي محروس وبدأت اوجه النور جوه الورشة. ما كانش ظاهر غير خيوط العنكبوت واللي نازلة من السقف. ده غير ريحة المكان اللي كانت تخنق. دخلت الورشة كنت حاسس بخطوات عم محروس ورايا. انا فاكر اني اخر مرة دخلت المكان هنا كنت طفل صغير. انا لسه فاكر ابويا الله يرحمه وهو بيشتغل على افكاره ومشاريعه واللي كان بيتمنى يحولها الواقع. لكن الواقع اللي حصل كان حاجة مش على البال ولا الخاطر. بدأت ادور في الورشة لكن لقيت عم محروس بيقول لي انا هحاول يا دكتور اوصل الكهرباء من اللوحة كده يمكن تشتغل. لكن انا ما كانش يفرق معايا الكهرباء توصل ولا لا. كنت ناوي حتى لو هفضل هنا ولما النهار يطلع والدنيا تنور هدور على اي حاجة ممكن الاقيها. انا بدأت افتش في كل حاجة برغم اني ما كنتش عارف انا بدور على ايه بالظبط. بس انا كنت واصل لمرحلة اني اتعلقت باي امل قدامي. شوية ولقيت لمبات الورشة بترعش والنور بعدها اشتغل. لقيت بعدها عم محروس جاي وبيقول لي الفيوز كانت ضربة والحمد لله عرفت اوصلها. فديته كشاف وبدأت ادور لما الاضاءة ساعدت على ده. اول لما لمحت مكتب ابويا رحت عنده فتشت في الورق اللي عليه. كان كله عبارة عن رسومات هندسية ومعادلات. فتحت ادراج المكتب كانت فاضية تقريبا ما فيهاش غير شوية ورق. ابويا كان كاتب فيه ملحوظات عن شغله. لكن اخر درج في المكتب كان مقفول بقفلين. حاولت ان افتحه ما عرفتش. عشان كده طلبت من عم محروس يجيب شاكوش ويفتح الدرج. ولما فتحه ما كانش في الدرج غير اجندة. خدت الاجندة وفتحتها. اول صفحة فيها كان مكتوب فيها اسم ابويا وتاريخ ميلاده والمهنة وتاريخ جوازه من امي. لما قلبت الصفحة لقيت مكتوب تاريخ جوازه من واحدة تانية وبعقد عرفي. الصدمة ساعتها خلتني اقعد على كرسي المكتب عشان حسيت ان رجلي اتبخرت. ليه ابويا اتجوز عرفي؟ بدأت اقلب في صفحات الاجندة لغاية ما لقيت ورقة مطبقة. ففتحت الورقة لقيتها عقد جواز ابويا العرفي من واحدة اسمها نسرين. وكان شاهد على الجواز ده عم محروس. واللي اول ما شاف العقد في ايدي قال لي والله يا دكتور انا عبد المأمور. ما كنتش اقدر اقول للباشمهندس لا ولا حتى افتح بوقي. الحقيقة ان كلام عم محروس صح. هو خايف على اكل عيشه واللي ممكن يتقطع لو ما عملش اللي ابويا قال له عليه. انا بدأت اقرأ الملاحظات اللي ابويا كان كاتبها في الاجندة. كان كل ملاحظة بقراها بتصدمني. انتوا مش هتصدقوا لو قلتلكم كانت بتصدمني اكتر من الحاجات اللي بتحصل معايا. ابويا كان كاتب في الاجندة انه اتفق على جوازه من نسرين بعقد عرفي لانه حبها وما قدرش يستغنى عنها. ولو كان طلق امي عشانها كان هيتحرم من ورثها واللي كان معتمد عليه عشان يقدر يحقق مشاريعه ويمولها. كان في ملاحظة تانية ابويا كان كاتب ان مشاعره الحقيقية كانت لنسرين وانه متحمل يعيش مع امي لانها كانت حامل فيه وما كانش عايز ابنه يجي للدنيا ويعيش ظروف مش مستقرة. ده غير الورث
اللي كان باين من ملاحظاته انه اهم عنده من كل حاجة. قعدت اقلب في الصفحات لغاية ما وقفت عند ملاحظات ابويا. كان بيقول فيها انه اتفاجئ ان سيرين حامل، وطبعا ده كان مخالف لشرط ابويا انها متخلفش. لما ابويا اصر انها تسقط نفسها سابته وهربت، وبعد كده ما ظهرتش تاني لغاية لما ابويا نسي الموضوع، وبعدها فترة ظهرت له تاني، بس ظهرت وكان معاها طفلة صغيرة. جات عند الفيلا عند ابويا وسألت على ابويا، وعم محروس قال لها انه مش موجود. ولما بلغ ابويا باللي حصل بدأ ياخد حذره منها، قدر انه يتواصل معاها وقابلها فعلا، واتفق معاها انها تاخد مبلغ وتختفي، لكنها اصرت انه يعترف بالطفلة، واللي هي كانت حاجة مستحيل بالنسبة لابويا انه يعملها، وإلا كل حاجة هتضيع منه، لدرجة انها هددته لو ما اعترفش بالطفلة هتروح لمراته وتقول لها كل حاجة. وزي ما هو مكتوب قدامي، ابويا كان مجهز خطة بديلة. كان عارف انها هتيجي في يوم بالليل عند الفيلا وتعمل مشكلة وتحاول توصل لامي. ساعتها ابويا قعد مع عم محروس يشرب شاي، استغل ان عم محروس دخل اوضته يجيب الشيشة وحط له منوم في الكوباية بتاعته، ولما رجع وشرب عم محروس الشاي راح في سابع نومة. وبعدها وصلت نسرين ومعها الطفلة. ابويا طلب منها انها تدخل جوه عشان يتفهموا، وخذها للورشة، واول ما دخلوا خنقها جامد وضربها بقلة حد على رأسها هي والطفلة اللي معاها وقتلهم. تقريبا ابويا كان مجهز اللي هيعمله من بدري، لانه كاتب انه قبلها بيومين كان مجهز حفرة في الورشة عشان الموضوع ما ياخدش منه وقت. ابويا كتب تفاصيل جريمته بالتفصيل، حط نسرين والطفلة في الحفرة بعد ما قتلهم وردم عليهم. كان معتمد ان مفيش حد بيدخل الورشة غيره. دلوقتي انا افتكرت ليه لما كنت باجي اقرب من الورشة قبل ما ابويا يتعب كان بيرفض اني ادخل. قعدت اقلب تاني في الاجندة، لقيت ابويا كان كاتب انه كان نسي الموضوع، لكنه بدأ يسمع اصوات غريبة في الورشة بعد فترة طويلة جدا. بدأ يلاقي الورق اللي على المكتب متقطع من نفسه، بدأ يحس بحاجات غريبة بتحصل، بدأ يلاحظ ان امي خايفة من حاجة مش عايزة تحكي عنها. اغرب حاجة قريتها في الاجندة ان بعد فترة طويلة ابويا فتح الحفرة على نسرين والطفلة، ما كانش باقي منهم غير الهيكل العظمي. ساعتها ابويا خد من هيكل كل واحدة فيهم ضلع. انا معرفش ايه سبب انه يعمل كده، بس تفسيري للي مكتوب في الاجندة ان ابويا في الوقت ده تصرفاته بدأت تبقى غريبة ومش مفهومة، مش مفهومة من اللي بدأ يحصل معاه في الورش. لحد ما وصلت الصفحة لقيت فيها حاجة اغرب من الخيال. ابويا كان راسم ساعة شبه الساعة اللي في الفيلا، كان عقربها في الرسمة واقف عند الساعة 7. واللي عرفته من الاجندة انه الوقت اللي ابويا قتل فيه نسرين والطفلة، ساعتها هو قرر انه يصنع ساعة وينحت عقاربها من ضلوعهم. الذهول كان باين عليا ساعتها، ايدي اترعشت وانا بقرا، والاجندة كانت هتقع مني. انا ما كنتش مستغرب اللي ابويا عمله. تقريبا ابويا كان فقد عقله، لان اللي انا بقراه ده
مفيش حد عاقل يعمله، مفيش حد يكتب تفاصيل جريمة ارتكبها بالشكل ده. أنا حطيت الأجندة من إيدي وبدأت أبص في أرض المعمل. الأرضية كلها كانت بلاط، ما عدا حتة في الركن كانت تراب. أنا قلت في بالي أكيد دي الحفرة اللي فيها الجثتين. ساعتها طلبت من عم محروس يطلع ويجيب الفاس من جنينة. استغرب عم محروس من طلبي، لكني كان لازم أحكيله لأنه هيشوف اللي هيحصل بعينه. عم محروس كان مندهش جدا، مش متخيل ان ابويا يعمل كده. انا كنت مقدر ذهوله لان ابويا اعطاه منوم وساعتها ما عرفش باللي حصل. انا بدات احفر، عم محروس كان بيساعدني، حسيت انه متعاطف معايا. كملت حفر لحد ما وصلت للجثتين. ما كانش باقي منهم غير شوية عظم وهدومهم وآلة الحادة اللي اتقتلوا بيها، واللي أنا حسيت بكهربا في جسمي لما لقيت الهدوم فيها شبه كبير من هدوم الست والطفلة اللي ظهروا لي في المشرحة. عم محروس قال لي إنه هيتخلص من الحاجات اللي في الحفرة، كان عارف إن مفيش عندي أعصاب أعمل حاجة. ساعتها طلبت منه إننا نتخلص من الساعة اللي في الفيلا كمان، وفعلا عم محروس خد الحاجة في كيس أسود وخد الساعة والأجندة والآلة الحادة وتخلص منهم. قال لي إنه رماهم على شط الترعة في مكان الناس كانوا مولعين فيه جنب صندوق الزبالة. أنا لقيت عم محروس بيوصيني إن محدش يعرف حاجة عن اللي حصل. الجريمة حصلت وأبويا اللي المفروض ياخد جزاؤه مات وملوش لازمة إن حد يعرف حاجة. تاني يوم على طول وبعد ما الموضوع انتهى كنت قاعد قدام شباك أوضتي بحاول أفسر اللي حصل. أنا منكرش إن ضميري ارتاح لما عرفت سبب اللي حصل. نسرين والطفلة انتقموا في ابويا من امي في الاول لما قتلوها بنفس الطريقه وبنفس الاله الحد، عشان كده تقرير التشريح كان صحيح، بس مرتكب الجريمه كانت ارواح بتنتقم وكان من الصعب اننا نثبت ده. بعدها انتقموا من ابويا بعد ما خلوه عايش وهو بيعاني لسنين طويله وبرضه بنفس الطريقه. أنا حسيت ساعتها إن الدنيا بعد كده هتبدأ تظبط. مش عارف ليه كان جوايا راحة نفسية غريبة. يمكن الموضوع لما اتكشف كان اعتراف بحق نسرين والطفلة واللي أبويا كان بيحاول يدفنوا معاهم. يمكن أرواحهم تكتفي بكده وتسيب الفيلا. في الوقت ده انتبهت لصوت ضحك جاي من بعيد. بصيت في الجنينة كان عم محروس ممدد ونايم على الكنبة جنب البوابة، بس في نفس الوقت لمحت نفس الست والطفلة اللي كانوا عندي في المشرحة. كانوا واقفين قدام الفيلا من بره، كانت ايدهم في ايد بعض، كانوا بيبتسموا لي. ساعتها بصوا ناحية الشباك اللي انا فيه وبعدين ادوا ضهرهم للفيلا ومشوا، وبعد كده اختفوا. تمت.